السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. الناس اللي تصبح لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنا اليوم صباحي مصباح الله خير من عقب ما صليت وعيدت من الله خير. ولن يا أبوكم هذا الغنية اللي دندن في راسي من أصبحت لين الحين، بغيت ترقد، بغيت الرقاد ييني، بغيت أتجلب مني منك أبدأ. الكلمات الدندن في راسي ما بطايعة تحترج لا شرق ولا غرب. لا إله إلا الله، غرب الله تك إبليس. إبليس البليس اليوم متفريح ومتفويح ومدلي رويلاته من بين الرقبة وعلى الكتوف فوق، مرة مدلي رويلاته غرب الله. يا إبليس شو مسوي اليوم؟ اليوم بغيت يفتش يصير شرق غرب بحيلة غيلة مني منا. قال أبدا لا أنا ولا من خاص شي عاد الغنية. أول الكلمات بخبركم، تعال الكلمات شوفوا اللي غنتها أم كلثوم، وغناها غريد الشاطي، وغناها عوض الدوخي، وغنتها فايزة أحمد، وغنتها يميع المطارب والمطربات، آلاف اللي غنوها وكلماتها جميلة. عبد اللطيف الكويتي ومحمود الكويتي كلهم غنوا هالغنية. مدري علامك يا الغضي زعلان، مدري علامك يا الغضي زعلان، تقبل وتقفي ما تحاكيني. مدري علامك يا الغضي زعلان، تقبل وتقفي ما تحاكيني، عقب المحبة بادي النكران، يا روح روحي ما تصافيني. عقب المحبة بادي النكران، يا روح روحي ما تصافيني، أول تجيني عانين والهان، واليوم تبعد ما تدانيني. حكي العوادل بيننا نقصان، حكي العوادل بيننا نقصان، والله ما انسى لو تعاديني. الله أكبر، هي شو يا أبو؟ الله يرحمها فايزة أحمد، صوت جميل لكن التسجيل عاثر. هاي نتش تغنت عاد أم كلثوم مع عاش المرضى. أولا يا الغضي جنن الغنية، الكلمات تاخذ العقل. ما اقول لك ما حد غناها، ما حد تم غناها، غنت العرب كلها. جميلة الكلمات، جميلة جميلة الى ابعد الحدود. هذه اقوى كلمات تنقال في الشره والعتب.
على الخل والحب والمحبوب والأخو وأخوه والأخت وأخوها. سبحان الله سبحان الله، الشيء الزين الكلمات القوية ما تنسى، الكلمات الزينة ما تنسى، مهما تسوي مهما طارت اللوادم مهما وقعت الغالي تم غالي، ما يرخص ولا يفتش ولا يفتش الظفر من اللحم. مصيبة. يقول المتوصف، يقول متوصف: أنا وخلي مثل الظفر واللحامي، أنا وخلي مثل الظفر واللحامي، وانتو على جلع الظفر شلكم، هو ما بجلع شلع، وانتو على شلع الظفر شلكم، أنا وخلي مثل الظفر واللحامي، وانتو هذا الظفر وهذا اللحم، أنا وخلي مثل الظفر واللحامي، وانتو على جلع الظفر شلكم. هذا يوم يدورون العدال بين الأخوان وبين الصدقان وبين الدول وبين الربع، منو عاد هالعداي؟ هذا هم اللي لا حول لهم ولا قوة، لا عندهم لا شغل ولا ضمنه، غير يدخلون بين اللوادم بين الصدقان بين الأهل بين الشركاء بين الحرمة وريلها بين الأخت وأخوها بين يعني بين الأخوان بين يعني شو بقولكم، هذه مصيبة كبيرة ما شيء كبرها. والله يا أبوكم هاللي تشوفوني يجيب لكم كلام والحكي والقال والقيل، بالأخص راعي الكومنتات، هذا الفاضي اللي يدخل يعلق على أي فيديو يعلق على أي حديث يعلق على أي كلمة أي شيء يشوف في الدنيا، والله يا أبوكم يا جماعة الخير، يا هذا اجتثاثه من المجتمع، هذا يجب أن هذا ينقطع لسانه وتنصب عيونه ويقطعون حتى صبوعه. هي والله هذا الأدم اللي كتب يسب ويحط العداوة بين الدول، كم ماتت من الأمم، كم ماتت من اللوادم، كم من جتلت ناس، وكم من انهدر ناس، وكم من سفك دم ناس عقب واويلا والحسف ما شي فايدة. هذا النقال الحكي والنميم والكلام راعي القال والقيل، استغفر الله لا بركتم فيه. لو بقول الله يسامحه، الله ما بيسامحه هذا، هي والله الله ما بيسامحه. نقال الحكي والوشاية اللي سوى الحروب بين البلدان، واللي سوى الضرابة بين بين المدير وبين الموظف، راح شلل هذا، الله أكبر عليه، وين مكانه في من الإعراب؟ هذا أبوك حرام ينه في الدرك الأسفل، في الدرك في صقر، في الصقر في صقر وما أدراك ما صقر، الله أكبر عليه. يا أبو يا أبو ويا أبو لا حول ولا قوة، تصبح لا إله إلا الله وأنا أصبح. يلا صباح خير. شو اللون هذا؟ جد يا غير لا إله إلا الله، هاي من لبنان يا بالهمات، الحين كملت كم من سنة هي، واللوحة هاي اللي أم صورت لكم إياها هي هذه، وهاي تبع وحدة وايداتها كلها من لبنان يا بنهن، يوم صبي راقد مخل 16 سنة حينه إيه ها ناقلة، هب ناقلة شو اسمها هاي السياي الكبار سكسويل، هب سكسويل اللي أكبر عنه، لين عينه صناديق صناد ثلثين عاد مكسر، كسر الله رقابهم اللي حولوه هناك وين التفتيش، ما يكسروه تكسير من العشر صفيت على هنتين، من كل قطع عشر صفيت على هنتين. شو بقولكم أمور، بسم الله غير حنا ومعيون، كم بقى شيء ودرجة، هذا أصيل عافية. Good morning girls, how are you? Good morning. Where is the other girls? I don't know. Inside. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هالمحل الفنان، الله الله هذا يقول لك المحل اللي عليه رضوان من الله. شوف القرص شوف القرص ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن هاي طريقته طريقة المحلة، هذا هي أول يستعيضون بدال الكاب هذا ب ب ب بسعفه. ما شيء شرات المحلة ولا يخلو بيت من بيوتك يا الدولة من خدمة المحلة، يوميا تمتاز بيوت هالدار كلها بخدمة المحلة، المحلة الأصلي هذا المحلة
اللي ورقة كلينكس عبارة أخف حتى عن ورقة الكلينكس. مايك تحراها يلود، ها هذا المحلة تنفخصه كمسيل يومين. المحلة اللي على بطنه وظهره، هذا المحلة اللي على بطنه وظهره يسوون قصي غادي حمر، ما يخلون مبحلق كان يلود يلود وادم، لا لازم القرص قد يحمر. ها يا سلام، الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله، وكلها بركات دهنة الخالدي، دهنة الخالدي ما شاء الله عليه في كل مكان، ويا المحمر ويا الفوقه ويا المجبوس ويا المشخوض ويا الامور كلها ويا الدنيا، هذا كله بوي بركات دهنة الخالدي ما شاء الله عليك يا دهنة الخالدي، تباركتي على حتى اللي ما يعرفون للطبخ، عدلتي طباخ، مزينتي مائدة، ما قصرتي، عبرتي القارات والبحور ما شاء الله. هاي ممكن الماي اللي يقول لك محلة، هذا المحلة يقول لك المحلة، وكل عاد بطريقته، لكن نحن انا بوني عيبني شغلي وشغل بيتي، شغل بيتي عيبني، لان تشوفون تروحكم تعرفون انه مميز، يعني ما يبغى لك لا يجي فيه طحين، لا يجي فيه شيء مبغاوي، كل شيء فنان تلقط عنه، الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. ما احب الا الخدمه الزينه، لذلك انا دوم تلقطوني ما تصلح للصوالح، ما تصلح للصوالح، ولا يوز لي كل شيء، ما يوز لي الا الشيء الفنان، من الله خلقني هب الناس الفنانه كلها النمونه، ما يعيب الا الشيء الزين. وكلني هي الملال جدا قرصه، لكن معلوم يوم قال كلني هي الملال جدا قرصه، شيء على معنه وعلى رسل على 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 كرسي على سند وبند وهيك البازون، ما يجي بس الا مني والدرب. ها ها حد يروم يرمس ايش بربر جدان، هذا الميدان يا حميدان، وهذه دهنة الخالدي. قرص بقرصة، القرص بقرصة، بين كل قرص وقرص دقيقتين، تو منت حفيظ؟ تو من دقيقتين ها؟ من دقيقة وربع إلى دقيقة ونص كل قرص، لكن ها يصير مرضان هذا كله، يلا يلا يسد آدمي واحد، ولازم الخوصة ولازم دهنة الخالدي. هي ريحة الدهنة هي تضرب في خمرة الرأس يا جماعة الخير، المول كله على الدهنة، والدهنة ما تي فيها ريحة كانها طبيخة حلبة وما أدري شو وش، لا الدهنة العربية معروفة كل حد بخلطته وكل حد بطريقته، لكن الحلبة تغدي ريحة الدهنة وايد قوية، كأنك تشرب طبيخة، كأنك أو كأنك تروح طبيخة، ريحة الحلبة في الدهنة مرة ما، لكن في حد يعيبه وحد ما تعيبه، لكن أغلب البيوت 90% من البيوت اللي أنا عارفها اللي أنا عارفها، أنا طري لكم دهنة العربية، دهنتنا نحن، دهنة اللي أنا من الله خلقني استويت أروحها واستعملها عندنا وعند غيرنا بدون حلبة، ما حد يدانيها الدهنة اللي فيها حلبة، الناس اللي من غير يدانونها، حد منهم يستعملها استعمال أبدا بطريقة يومية، لكن الحلبة كأكل كدواء كاستشفاء كفوائد عامة، لكن ما في الدهنة، ما في الدهنة في كل شيء إلا الدهنة، وحد من العرب ما تيوز له الدهنة إلا بالحلبة. هي هاي آراء وأدوار عند العرب كلها، كل عاده بصير بشغل اللي هو يباه، حر كل حر بالأشياء اللي تعيبه. يو هاريس جود مورنينج تو يو، خمير طالك اعماركم، لا بد انك انت تلوموني يا متقبض فيه هاريس، متقبض فيه لان حرج هابريح اللي من غير يسوون ماكينه وحده، هو ما شاء الله عليه تحط ماكينتين عشان يخلص بسرعه، عشان يخلص بسرعه، حرج حرج ما اقول عندي شيء. هي الواد من غير ابدا من يسوون القص الواحد نشوا نشوا طالت اعماركم وسيده حطوا، لا من تخلص من القرص خليه لين يستريح مده بسيطه 5 دقائق
بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. صباح النور. تتسوون اليوم؟ اليوم راشن ناكل بالدوام. ما شاء الله. زين. بارك الله. لازم السمسم مهنهن حمر. دوما أقول للجماعة لا تستعملون للسمسم الحمر، لا حد يحطه الدهن السمسم الأبيض، لازم السمسم يغدي حمر لا بد ولا عذر. لو تيم معاليها الضب بعد شوية ما يحمر، ما يحمر وسب الشو إنه ني، لازم حمر. ريحة الخمير، ريحة الخمير وريحة المثيبة. حد والله نحن ما نحط مثيبة. أشوف أشوف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب العينة يوم تنعين بمريس، ما بشكر، لازم مريس تمرة، لازم صح ينحط كمية راهية. وخلاف طارت عماركم تحط في في العينة، تحط بعد المثيبة. المثيبة تنحط يبا ياي حقين القرص هذا. هاي أبا هذا هذا أبا هذا هذا أشكر فنك. الله يا سلام يا سلام. Thank you هريس. المصابخ فن من فنون أبو محمد، ولا مبالاة من النمام، ولا داني نقال الحكي، ولا داني قربة راعي القال والقيل. هذا دم مضروسي، فلذلك يعني رابط رابط فيديو يجمع كل الصفات اللي أنا متخذنها بحياتي. لذلك أنا عايش سعيد، عايش سعيد وبخير وسهل، لأني معتمد اللي بحط لكم إياه هذا في الفيديو من يوم أنا ياهل، من استويت وخلجت. لذلك أنا أتمتع بالصحة والعافية من عقب ذكر الله سبحانه وتعالى. لازم أنك أنت تتخذ الكلام هذا اللي بالفيديو في مجال حياتك كلها. دامك حي لازم أنك تعيش بهالطريقة كان تبقى تغدي بخير وتفك عمرك من هالقال والقيل والصدع والديانة، لأن هذه هي اللي تبهدل، وهذه اللي تسوي البغضاء بين العرب وبين الدول وبين الناس وبين الإخوان وبين الأهل، بين الحرمة وريلها السماع الكلام. يعني وايد أمور تتلخص في دقيقة واحدة. بس اسمع أنت الفيديو هذا. لا تجادل الجاهل لأنه لن يفهم، ولا العنيد لأنه لن يقتنع، ولا المتحيز لأنه لن يسمع، ولا الانتهازي لأنه سيستغل ما تقوله لصالحه. شيئان يدمران الإنسان، الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. الصديق الذي يتحول فجأة إلى عدو كان حاقدا منذ البداية، ولكنه كان بارعا في التمثيل والنفاق. لتعيش حياة سعيدة خذ من المسنين عقولهم، ومن الأطفال قلوبهم، ومن العظماء هيبتهم، ومن الفقراء صبرهم. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس، وخصوصا هذا اللي كان صديق وعقب انجلب عدو. الله أكبر عليه. هذا الصديق اللي انجلب عدو شو سبته؟ سبته أن هذا ترى كان عدو من الأساس، لكن مغمض على عيونك، مغمض على عيونك وانت ما تدري تحراص صديق طول هالسنين. هذا من استوى، من استوى حاسد ويتري الفرصة، لكن انت ما كان عندك دراية فتحراص صديق. فلذلك تحملوا على عماركم الفيديو هذا، نسخوه وحطوه عندكم، حطوه في عيونكم، حطوه في عيون كل كل كلمة فيه يبالك دهر، لين تفتهم. خطف ثلثين حياتك وانت جالس الا تنقص صديق،
طالع كاتم أسرارك، طالع شو بتسوي في حياتك، شو بتقول، شو ما هذا كله ملخص وموجود عندك دقيقة واحدة. ادخل وافهم عن الكلام واتخذها بركيزة في حياتك. الرجال هذا اللي عد الكلام هذا خطف عليه من العمر آلاف السنين عقب أهوى ولا ما شي فايدة. الكويتيين يقولون طقاق نفسه ما يصيح، واللي يضرب عمره ما يشتكي. الله أكبر. مع السلامة. بس للتغيير يوم في الخيمة خاري، ويوم طالت عماركم في الميلس داخل، أو يومين بيومين أو ثلاثة أيام بيومين بهالطريقة، وايد يكون أخير بدل يلس داخل مكان واحد مكان واحد مكان واحد. يا ربي طالع جدو تحرم عريس. زين شوف الزين بالله عليكم. عبد الله تقول لابس تنورة. لا أبوي ما بتنور. ها وز وز وزار ها وين كله في المطابخ؟ أنت متنسي تشتغل 24 ساعة مطابخ؟ سيارة بترول ما فيها. شفت اللسان؟ لسانك طويل قديت. يلا عليكم السلام. شو وزار؟ ها وزار ما يصلح لك هاي. اما مال 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 باري بنغاليه ما بحق مال بلوش ما يلبسون هالنمونه. خلي حقهم هم روحهم. اي ما بزينات حقك انت والله. شو ما شاء الله في فايت على متر وشي تقريبا. هي استوى زرع طالت عماركم تحيدون اللوز اللي يعني هاك الاصفر. زرعت تقريبا حوالي 100 صلامه ظهر يعني تو بادي يظهر، لكن المعلومه اللي انتم ما تعرفونها سالنا هل العرف عاد نحن سالنا لين وصلنا لين سيهات وتاروت ورحيمه وصلنا هل بالعرف الفنانين اللي مخلف عليهم اللوز. قالوا لنا يا ابو محمد اللوز لو تزرعه 30% يظهر على امهاته 30%. شوف هذه وحده وهذه الثانيه وهاي الثالثه وهذا الرابع 30% وهاي الخامسه 30% يظهر على امهاته 30% من اللوز اللي تزرعه صلام يظهر على امهاته 30% و70% يا يظهر احسن او اخس 30% يظهر يشابه اللم يشبه الصلامة بالضبط 30% فقط و70% يظهر أخير أو أخس عاد أنت وحظك. هذه معلومة يجب أنكم تعرفونها عن اللي بيزرع الصلام صلامة اللوز، يعني 30% يشبه الصلامة يشبه اللم و70% في احتمال يظهر أخير أو أخس. والعلم عند الله. هذا تحرير تقارير هل اللوز هل سيهات وهل البحرين وهل مزارع اللوز اللي عندهم كميات بالملايين. هذا سؤال سألناهم إياه وخبرونا عنه. جاءنا ما يلي تسمية طالت عماركم بالصماد المعالج الطبيعي معالج حراريا. هذا كل أسبوع نعطيه كل أسبوع. ها هاي طريقتنا نحن في التسمية للفيفاي الشير الصغار هاي بهالطريقة بعيد عاد عن اللم عن يدع اللم ما يقارب ذراع. نحط شيء بسيط ها نشحل هلا تشحيل بس كل أسبوع جليل دايم ولا كثير منقطع. وهاي طريقتنا في تسميد الفيفاي. شوف الفيفاي وغير الفيفاي كل الشير بتسمد بهالطريقة من بعيد. لازم يكون بعيد عن يدع الشيرة إن كان هالشيرة عود ولا صغيرة. شير الكبار كل شهر كل 10 أيام كل 20 يوم طول فترة الشتاء ترى له شيء بسيط قفة واحدة وانت سايق بتشوفوا ما شاء الله الخير كله بين. نحن صورنا لكم الفيفاي نحن كل سنة شيء غادي عندنا وطريقة عبالتنا وطريقة اهتمامنا في الفيفاي. هذه طريقة اهتمامنا في الفيفاي وهي طريقة زراعتنا في الفيفاي والحمد لله. الله طرح لنا البركة والحمد لله رب العالمين. يانا خير كثير مباراة. غسلوا طالت عماركم المبروك العود الجديد غسلوا وحين بيتشاقلون بيحطون فوق الضوء
ولازم تعرفون أي شيء معدن فتبتدون تستعملونه كيديد. لازم يمزر ماء وينحط فيه صبار، لازم صبار هندي، صبار هندي. الحاضر منكم يعلم الغايب، لا بد ولا عذر من الصبار الهندي. كان تبون الجدر ما يسود بطنه، تبون الجدر ما يسود بطنه، لازم تحطون فيه صبار قطعتين ثلاث أربعة قطع إلا بربيتين. تحطونه بوية والروع الضوء، تغسلون أول شيء، تناصفون الجدر ماء، تعقون فيه حبتين ثلاث، وأنا بخبركم خلاص شو بسوي. حفيظ يلا رتب جيب صبار صبار. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، حي بالحامل والمحمول، حي بالحامل والمحمول، حي بالحامل والمحمول. ما شاء الله تبارك الرحمن. سيد 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 بعك سيد سيد سر سر هناك اليوم داخل الجلسة. يا مرحبا يا مرحبا بصلاح، يا مرحبا، مبروك مبروك مبروك. تو ما تبارك البيت باليديد اللي يحب شديد. ها صلاح هي شوي شوي على الباب. هي قرطاس حق شوي به سالك الحين بنسوي سالك لازم بسمية أنا شوي شوي. هي شوي شوي هي شوي شوي على الباب. ها شوي شوي خلنا نروح بيسك الباب يلا شوي شوي بزي ماشي مشكلة. صباح الخير يلا بوسة بعد وحدة. ما ويني وحدة ما السيارة الجديدة. أشكر فنك طيب خير. شو السكر اليوم؟ 150 الحمد لله. الحين اول نشوف زين هي بعدين اكل اذا ما في زين ما لا خلاص زين اليوم. اشوف اشوف عيونه لسانك بسم الله. شو هذا؟ هذا الله يسلمكم اليوم تهلعين على بعد خبز رقاق قريص وياه مشاوى ودهنه، والقرص الثاني وياه زعتر وزيت زيتون نمونتين اليوم ان شاء الله. والطحين عما تشوفونه بر حمر. كل يوم كل وقت كل من حدناش من ذي حال ولا مصغاريه من حريم العيال ولا من محمد ولا زيد ولا عبيد كل حديث هلا على شيء. والخدمه في البيت الحمد لله هذاك يومي، الدنقه والمحلة والخمير هذا يومي، يعني هذا لا بد ولا عذر منه الطريقة يومية. لكن هذا الرقاق كان ويا بيض ولا شو القرص قايل قش روحه روحه ينقش القرص. هذا معناته ان المخبز زين تاوى فنانة. هذا الطلب عاد جاي على مهياوة ودهنة، مهياوة ودهنة طيبة لازم. هاي دهنة الخالدي هي اللي طيب الشيء، ما يطيب إلا بدهنة الخالدي. الله أكبر. وحد عاد يحط جبن وحد يعيبه يعني وحد بيض. لكن اليوم التهليعه طالبه قرص. مسكر تليفون محمد عثمان مرقد مرقد يباط طول الليل طول الليل طول الليل ويا المسجات على هالاساس. يصبح الصبح من يصلي دوخ ولا ينش لين الضحى العالي. شطاره الطيور بزاقها يوم بيعدي الساعه 11 يبي ما سويتوني الحين بنسوي له بالزهبه ما خلي زاهبه كان هو اخير ما يكون حر بحر هاي الساعه. شوف حفيظ هذا قرص واحد خلفي دهن ومشاوى حق محمد عثمان، وقرص الثاني زعتر وزيت زيتون. اثنين زعتر زيت زيتون، واحد حق منهل وواحد حق محمد عثمان. انت هذا الحين حط شوي مشاوى ويا دهن فيه محمد عثمان. بس عليه قال عسب ما يزيد عليه الضغط، قال وايد الملح. وهذا الدهنة هذا محمد عثمان كتل كتل الدهن عيب الدهن.
بس بينبحت. يا سلام يا ربي ما خلنا الا الريحه. الله يبوكم اللي ما ياكل من هالشيء انا غلطان. هذا حق محمد بن عثمان بن مبارك بن علي الزعابي من يجيبه القطه زاهد كان يا عاده كان ما عنده موعد ولا شيات الحين الموعد البارحه. هذا المحمد يلا الحين سو قرطين زعتر ويا زي زيتون زعتر. Good morning. I forgot your name. جين. هلو حبيبي. Come here please. هذا حيطة عماركم القرص اللي فيه المشاوى لا زي زيتون ويا شو اسمه زعتر ويا الزعتر. هذا واحد لمحمد عثمان والثاني محمد عثمان ترى يبى اثنين. هذا واحد والثاني الحين بيجي. Thank you, Jane. يلا واحد زيادة بعد. هذا واحد حق منهج القرص الثاني حق محمد عثمان. بس كثار بالله تكنت خربت علينا التسجيل. هذا قرص محمد عثمان والثاني حق منهج. روح 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 بارك الله فيك. هذا الرقاق العادي المنزق غير المنزق المنزق العينة تي تنقبض تتدبغ بها تاوى. بس نحن حفيظ ما يعرف للمنزق يعرف بس للرقاق. المنزق شراته لكن يطلع أخف وأرهف حتى عن أرهف حتى عن المحلة تخيلوا. لكنه رقاق وفنان بعد لكن جليل اللي يعرف له. ما كنت تتعلم حفيظ بنرويش قايل لا بد انه بيعرف ان شاء الله. حفيظ ما شاء الله هاب ريح. يلا يلا حفيظ قبل ما يحمر ما نبى وايد حمر القرص هذا نبى حمر لكن ما بوايد. ايه بسم الله يوم يتخالط البر البر ويا زيت زيت ينحط عليه الزعتر. يا سلام بس 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 عليهم بس عليهم بس عليهم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلنا ريحة الزعتر. ها قرط السنة سو قرطاس كلهن. هذا وهذا كلهن كل واحد قرطاس روحه زين لين يجون هايل. Thank you. شوفوا الجدر يوم يكون جديد لنك مرة قبل ما تلبق عليه الضوء تمر التمر الهندي صبار وتمثبه الجدر دور ما داره من داخل زين ما زين. لازم كل مكان يجي الصبار غليظ يكون اول شيء بهالطريقه
دور ما دار الجدر من فوق. ها وين وين الحلقة؟ وين الحلقة؟ فوق كله كامل. هي كامل بلاس لوس. دور ما دار الجدر من داخل من خارج. وأخبركم عن باقي الطريقة شو تسوون. هذا فوق 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 حفيظ. أيوة ترى وانت نازل لين يخلص دور ما دار الجدر بقاعة الجدر. حتى الغطاء حتى الغطاء تدفرك بالصبار. لازم صبار اللي هو التمر الهندي. كان تبون الجدر ما يسود معدن يسود مع الاستعمال. خلاص باي غادي يلق دبة حياته إن كان جدر عود ولا صغير. تمر الصبار زين ما زين اللي هو التمر الهندي. وتفرك بالجدر بطنه وظهره. خلصت منه يلا شوف يلا يلا عقب على حسب يلا يب الماء يب الماء على حسب الجدر اللي عندك إن كان جدر عود ولا صغير. إن كان يعني جدور مال الاستعمال اليومي جدور مال الاستعمال اليومي تحط كبير ولو كبر فردة السحة. يلا 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 خلي يطبخ 10 دقائق وتبند عنا لين بالباتري. يلا بند تعال ساعد شو اسمه شلو يا يلا يلا آخر جدر للمي. ما ينحط ما وايد ها بس اللي قيس اللي ما يلحقه الغاز مال. يلا يفركم بعد لقطة من الجدر بس يخلونه يطبخ 15 دقائق. وبعد 15 دقائق بس طفوا عنه لين بالباكر اغسله والجدر وركب فيه اللي تركب فيه ما يسود طول حياته. ثانك يو حفيظ. شوف السيارة الأولية عليها مخالفات. ايه؟ منو يدفع المخالفات؟ مرخص لا انت ولا اسد. مو انا. ثلاث مخالفات عليها. مو انا مرخص. منو اللي يسوق سرعه؟ امانه. منو يسوق؟ اول. بس خلاص هو اللي يدفع المخالفه. ايه؟ تدفع انت عنه؟ ده. خلاص هي ايه؟ تدفع انت عنه انا ما عندي مشكله. ايوه تدفع انت ولا انا؟ انت مسؤول. انا مسؤول؟ لا انا مش مسؤول. انت سوق بك انت والفلوس فلوسك والسياره سيارتك. اها اها عاد ولا غيره؟ منو يدفع؟ هو؟ إيه؟ خلاص. إيه؟ كم مخالفه تدري كم مخالفه؟ كم؟ ثلاث. ازيك يا بابا؟ زين. تعال يا كم مخالفه على السياره؟ على القديمه اول؟ هي هاي جديد البارح متوع حالك تسوي. كم جديد بعد؟ ايه كم مخالفه؟ 4. ايه كلهن هاي انقصن الشهر هذا. ما كل دريور؟ كيف كل دريور؟ اذا كان الدريور في قص ولا بس بروح انا؟ منو يسوق السياره هذه؟ لا مو انا سياره ثاني كلنا نفرات قص بس لا بس ملانه. اي واحد يسوي مخالفات ينقص معاشه. انت ولا غيرك شو مشكلة يعني؟ اشو بابا اذا انا اقول شكر بس بروح ملانه سوي بس. واذا روحك انت شو مشكله يعني؟ شو مشكله انا مسكين انا بروح اقص. ها ايوه كيف يعني؟ يعني مخالفه مال انت. منو بيدفعها؟ 4. خسر بابا داخل. استغفر الله. وخسر بابا الله يا بني سبعين. اها منو قص؟ وقص عليهم هو يقص. ها انا قصص. اي نقص من معاشه. 4 مخالفات. شوف كم بيطلع انا ابوي. خلي الشهر هاي يقصون هن عنك حق الشهر ياك تصفي على معاش كامل. فلوس الحين من دفعنا ولا انت؟ لا يا ولدي معاش. لا بعد ما شيء معاش الحين معاش ترى معاش بينقص. هي وانت؟ شوف بلاك تدير عيونك. مشكلة على شهر ما يشيل معاش قصة مشكلة. أشكين بنقص مخالفة من كنت منه هو؟ ودي خسر. ما يريد معاش هذا شهر. صح؟ إيه. ما تريد معاش الشهر هذا؟ لا. لا. إيمان طال شفيك. إيمان صارت دبي. سلم عليك سلام كثير. تقول سلم حاله صلاح وطرش الفيديو وحطه الستوري. وين وين؟ هذا حين براويك إياه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الورد والياسمين أبو محمد، إيش حالك؟ شو أخبارك؟ عساك طيب؟ شو أخبار محمد؟ والأهل كلكم طيبين وصلاح؟ يا هلا وسهلا، بصراحة لكم وحشة واستمتعنا سفرة قطار صراحة وايد وايد وناسة، واستانست وياكم في أبو ظبي، و يعني يعجز عن الوصف الواحد شي يقول ولا شي يقول. وسلامي سلامي على كل من يسأل عني، سلامي على صلاح في ديته، قول له مرة ثانية بعد مبروك على السيارة الجديدة، يستاهل كل خير. سلامي على أبو عثمان وأم عبد الله، الجروب كله سلامي كثير. شام ماي تاع الساعة كم؟ 11. صباح الخير، صباح النور، كيف الحال؟ الساعة 11 بعد اللي ساعة بسير النادي أنا. مبروك مبروك على السيارة. عارف بس خلاص. تي كيف حالك أنت؟ صلاحكم سلمكم سلم. أنا ما أبغى سلام. ها أبغى أعطي بيزات. تب ما إذا ما يشكي يا بابا. تي سيارة 350. أعطيتهم الأموال على 10 ما أعطاهم والله بيزة. لا 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 عمد قوله خلاص خلاص أنت تعريس أحب التهوة. لا عشان تبارك وعلى رجال صراحة نحن خذي ما بقى إلا تزعج تزعج على محمد. نحن نشوف صلاح الحين نحن سيارة أخذناها والمعرس وزاهد وخدي ما عندها مانع والعروس ماله زاهد صلاح كيف حالك بخير؟ زي الحمد لله. شو سيارة حلو سيارة في دام هو في بلاد خاصة الصل صراحة حبيت محمد عثمان ولا هذا حب لا هذا ولا لا يا بك العافية أبو عثمان الصباح محمد أكو هناك بتلقط بخلي لك قرص قرص مشاوى ويدهنه ومن غير طال عمرك بعد مشاب دهنة زيت زيتون بعد ويا زعتر قرصين طب تخيل ليه تبغى زين لكن خفيف زين ماشي اصبح الواحد الصبح محمد وايد متاخر الساعه 11 ما تعرف محمد طول الليل صليت الفجر هي ويصير اخبار شويه لو ما صليت رقدت شوي ساعتين بس كان نشيت احمي الصبح بخير الساعه اخبار شويه من إيمان طرفت لك سلام زين الله يسلمك سلامك كثير سلم على بابا محمد عثمان الله يسلم عسل له بخير خير وسهالة عندها معرض اليوم دولي بعد هناك هيبة تصير تشارك ما أدري شو فيه الحمد لله زين ما شاء الله باب خير ها باب خير أخبار زين ما شاء الله هي والله بتساعد عمرها بتساعد بتساعد ليلها الحمد لله صح لا زين يبغونها تشارك في معارض قبل هي لكن الحين أنت زاد محمد شوف اليوم وين السحر لا اليوم شو بنربيك محمد هذا محمد اوبن ذس هذا مشاو هذا زعتر ويا خبز رقاق زين وهذاك محمد مشاوى ويا دهنه كيف ما اسوي هذا شوي هو بطاط مشاوى هذا غير هذا لا قرطه سنا عسب ما يبس حطها هني محمد شوف محمد شوف الله عليك شيخ الصحية اليوم طب اشوف هي خنيزي هي محمد خنيزي يا جماعة الخير شوف السحوح ما شاء الله من ما لبدا وطاب الخلاص والرزيز وبمعان واليبري والمكتومي والسكري والما ادري شو مليون ميدول ومبلول وما ادري شو كل شيء مكون لكن الخنيزي مميز حرام اقول لكم يا الخنيزي هاي طعامته تصدق ما عندي وقت انا والله يا محمد يا عجب اقول لك ها ما عندي بس العصر هذا اليوم وين ما عندنا تمر البيت بس السوق من مينا تمر زين سرب السوق لز السوق ما شيء ما شيء مسوي عليك انت شوفوا شوف ها ما دام الفلوس موجوده في مخبارك هي لا تطلب انت حد شيء لا تطلب نعم نعم حتى انا اقول لا تطلب هي هي شوف يا محمد الحمد لله انتوا الحين على ما تشوفون على كل ما يجي ما تدي اي ترقرق شفتوا يطلع حبيده ما تشديع وشال شيء امس يا بلي ربطتين رويد اليوم يبقى بدالهن مرحله سح لا ما بقى
للزلمينة الله لا حاجة الله لا حاجة معاشك ويمشي زندك يمشي عليه تيس ويتلفت الحمد لله الحمد لله ما عيست من قدر ما عطي عيست حرام يا العام بكبات شحنت 200-300 كرتون احنا صدقوحي ولا والله انه صدق الله ما وديت لين رأس الخيمة عند هاليتك ما جسمت على اللواء المالح يعني درام يعني 10 خذ منه 80 المالح كم درام خذ اقول لك ها لو لي يقولوا بفلوسك ما حيدوسك زين انت الحين لا منك ولا منك كفايه شر غوازيك ها ايه ايه كم منك ما عارف بلا عرفت ما غوازيك انا ما عارف لها حد استاذيك خايف ها نسيت جوابه شو خديه قلنا لهم ايه الو فلبين خديه قالت ابوي تهلعت يوم شافت مهياوة ويدهنة خليه حفيظ خليه خذ مهياوة ويدهن حق خديجي يوم بتسيبه تودي وياك زين اكو ناس جالس ايه اشتراني شفت والله عليك انت مسكلك انت عويصه يا محمد ايه. كل من يعني شيء شليت كل من يعني شيء شليت عنب وعنب لو حبي واحد كان ارضيه وانت عيد طالعوا هات ويسات على هالكبير وشوفوا سرنا ليوه ويتنا يميع السحوح وخذت الثلهين وسنا ما ادري وين على كل ما نسي سنا عم عبد الله وصندوق قفص ما يشلون اربعة ريايين لايمه وين ما نسير نحصل صحوح ويعطونه وهو عين على اللي عندي عينه عينه على هاي شوفوا شو هالطويسات على هالكبير ها مال طلاليب وشد ان عين على هاي ونسى الكراتين اللي في بطنه عفوا عفوا شو يعرفون عفونك انك حفل حفل باء شو الباء بخيل بابا الو فقدت تعال 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 الطرف هذا صلاح يبا يقول لك سر خليه خذيه يجي هذا ابو له خذيه السلام عليكم اسمع شو يقول لك فأر باب خذيه شي شي اريد سلسل خبز رقاق ويا محياوه زين خمسه ست خبزات وقرط السوهم بنشلهم صلاح وياها خديجه زين زين سوى لا تكثر وايد مهياوه ولا تكثر دهن وايد يقول لك لا تحطه في صحن لا حط له مع سفري شو اسوي اوكي شاب اقول لك نعم لا تخلي وايد يارس اوكي شاب شوي لينه خل سيم سيم حلا بابا هذا هذا رقاق بابا خلي خلي محلى هناك يجمع المحلى والخمير والفندال والدنقه كله مكود بابا يلا يلا يمزر عينك أقولكم يا جماعة الخير ترى ما شيء شرات سر ما شيء شرات أخليزي يا جماعة الخير عجبة حلو حرام يا التحرى حلوة حلوة اللي يبونه الأول من عبري ومن ضنج من عبري هي والله فنان إلى أبعد الحدود والله إن عجبة 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 اصبر اصبر ويا ويا طرستين رئيس بالدرويش إيه بنت خالتي الغالية مشكورة يا أم أحمد شو الطعام طعام تخنيزي لذيذ إلى أبعد الحدود يا غير أقول لك تحررون الحدود الأول يبونه الصيفات اللي هالكبيرة الحلوة اللي يبونه من عبري فيه شارة ريحة الدخان من الورد هالنمون طعمه لذيذ لذيذ لكن ما بفرادة لازم مضموم ما تنوز هنمون ها تنيز فنان لذيذ لا محمد لا إلى بعد الحدود بعد مخدوم هيه هي. لا لا ما في شيء دويات لا لا بس خالص خالص نقاي ومغسول شبعان شمس هيه هي والله لذيذ لذيذ إلى بعد الحدود شو قالك شو قالك خصك في ما خصك في أنت شو قالك خبر ما خصك أنت في لا تدخل لا انت لا 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 ما اشرت عليك انت سوى عمرك تاكل بشوف انك في الخطه ولا لا 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 بدك خسرك لا ما خذ هذا تقول له غير ليش هذا هذا قال يلا انا شفت يوم اشرت عليه صاحي هذا ما صاحي وصاحي يا اخوك ها صاحي شو يقول اخوك شو يقول لك ما ادري خبر سر هوي الحمد لله يموت ما يموت مات من الفرحة يوم شاف منها الحين ما يا أخي باباي أجود وين له شو يعني باباي بوي كلام زي حكلك مهياوة وكلك ما أدري شو بعد مواية وقت المهياوة والدهنة أيوة أيوة
ايوه يا ربي بيموت 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 هذه ها نصه اي والله اسمعك عندك هناك محله وعندك خمير هذا ابوي من كل ما ترغب النفس وتهوى دنقة وهذاك فندال فندال ودنقة وخمير ومحلة وخيرة الله كلها وعسل وجام وسحوح الدنيا وهذا خبز ويا مشاوة وهذا خبز ويا زعتر زيت زيتون شوف أقول لك يا أبو عثمان لا لأن محمد ما بمال مولي مال ياكلون عسل لكن قياس اي والله هات قالوا لا الانسان محمد 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 محب عثمان اللي يحطوا اللي تشوفوا يغرجون القرص هذاك واللي انت ضارع عليه دبس دبس تبع دبس فارق طيب عسل يحطون شوي ريح دواء هو ما بشبع عذره 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 طاسه لا 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 خاف من الله خاف من الله اقول لك ها ترى يقول هاي قبل تسوي هاك يصدقون وهو زي الصدق انت بكبه تكود الشغله من العسل وليش اخر شيء تقولي صب صب على الضوء كذبت والله طب الله نظر عيني كم ما اقول صب صب انا ما يهون علي العسل دبس وخلي يحطوه لك ولا مرد لك سلح محمد وقطره ماء وغمس بها الله اكبر شي حسره اليوعه اي محمد هاك اليوعه قبل يصور هاك انت حط يحلك بمال ما ورا والي العسل تعرف منه والخبز والدنيا واحد يشوفك يسبون الرجال هي صدق يدري انه صدق لا يدري انه صدق ابو خلفان عاد ولا ابو ميان كل حد يعرف انه صدق انا ابو يا ربي كمي لايب ايه شو من كيسك هو وحدي الوقت شو مسكينه يقول الصراحه يقول خلي يقول ايه يا عبا صراح بعد مره بعد مره نوب اوب اه طب عضك بس 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 محمد خلّى لك عيونك بس حرام عليك يا ربي كم كوت يا محمد بارت عندك السكر ما يسوى علي أنا صلّى لك اللبن هاي تعال تعال ما بتجلس محمد أنا بيت عندي ساير وياي وخلق الله ما خلق بيت عائلة هذا وادم ساير وياي ودي الله يسلمك شو اسمه ودي لا 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 ما يبى ما يبى السكر من تبع عنده بيموت يقول لك هي اليوم 150 الحمد لله تونا سوينا الفحص هي هي عطوه هبر الصبح عطوه هبر قالوا لازم يخف بدل الحبوب بدل الحبوب هي في عسل والله تدري في المسار توقف ها عسل ما فيها توقف المسار توقف لا اله الا محمد دردعته وكنص الغرشه لا بعد ابي يا ربي ابي ازيد ابوي بني بك دبس الحين درام دبس غط راسك فيه وغير بجليل هذا ماشي عسله ما تمشي الخبزه هي والله لازم عسل يوم ما شيء عسل يحطون ما وشكها عافية حيب يقول شرب وراء حليب بعد وانت طالع ايه طالع ما خذ سيارة جديدة ما تعمل على عمال على عشر 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 صدقة 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 شيء يقول مزود حبك لي وذاني تميت انا عون ونوح حتى قهوة ما حد اعطاني قال لي خويا ترخص الروح وهي اكياد عيل عياني خليتني في البيت وتروح سلمتي الحين بلا محتشر هو بلا محتشر بتودي محمد عثمان على طريقك نزل جام نزل جام نزل جام شو بالك محتشر؟ وقت ما شو؟ فلوس شو خصك في الفلوس؟ يلا يلا انا شكرا يلا شغل الكنديش لا يموت من الحر يلا مع السلامة مبروك 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 مبروك
صلاح بلاك مستكلب شوف انزين ترى على طريقك وصل الصندوق الوردي ومكتوب عليه سالم الشعيب المجوهرات من اليوم لتاريخ 5/11 في مركز أبو ظبي للمعارض أرض المعارض مسوي معرض للساعات والمجوهرات يبتدي اليوم لتاريخ 5/11 يوم من قطر قبل كان في وين في الشارجة ومع خلاف سنة وقطر من قطر البارحة اجتلوا واليوم أصبحوا بكل قوة وبكل عنفوان في مركز أبو ظبي للمعارض الموجودين اليوم من عقب الساعة 3 لين الساعة 10 في الليل لمدة 5 أيام تاريخ 1 و2 و3 و4 و5 شو هالقوة اللي عندهم شو هالساس القوي اللي عندهم قوة شرائية ولذلك الرشاو اليوم وصلتنا الدعوة تحت رعاية معالي الشيخ مهيان بن مبارك آل نهيان تدعو مؤسسة سالم الشعيبي للمجوهرات لزيارة جناحها الخاص في معرض الساعات والمجوهرات في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض اليوم عدنك لمتابعة أحسن وأجمل التصاميم هذا كله موجود ما تضطرش أو صندوق خالي إلا وياه طاسة حلوة طاسة حلوة الشعيبي ما هي شيء خالي يديه لازم شيء بين يديهم ما يدعون حد إلا والصندوق هذا من يوصل الصندوق عرفه بتيك من العروضات بتيك من النقشات الجديدة بتيك من النقشات الجديدة بتيك من القطع الفريدة والثمينة من وين وتناسب جميع شرائح المجتمع هذا اللي يميز المجوهرات سالم الشعيبي أن اللي بيتبقى حق مناسبة خطوبة حق عرس حق ملكة حق زواج تاج مرتعشة نقل الستمي أكبر وأغلى أنواع العقود وأرخص الأنواع لا 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 استمت أبو محمد تمت اليوم تمت لا والله لا بتمت ولا شيات الألوان زينة لكن الأصاجي بكل أصيجيلات هذه لها شوفوهن غاديات تحراهن محاميس ديسان محاميس ما تعرف لهم شيء عضلات فيهم لكن مشكلتهم الدقاق 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 ورفاع المدحين جدمن جدمن تواير السيارة يتغير ما أدري شو يتبدل كل شيء يتبدل ونحن هاي قاعدين كذا نحن من متى احتاسن وقد انكرف وسرك ما تعرف لها لكن زين على الأقل شغالات على الأقل مجاويات شمس ورطوبة وحر والغطة وغبرة وطوز وطوفان وبر وبحر ويبل أنا أبو الدايم شديد الدايم شديد يا أبو محمد الدايم شديد الدايم شديد حي هالشوف حي هالشوف حي هالعيد ما شاء الله عليك يا أبو محمد تبارك الرحمن كابتن I am very sorry تأخرت اليوم عليك نص ساعة ها كلهم كابتن 45 minutes حسنت زين ما عليه ما بكل يوم عاد أول مرة ما في مشكلة كل مرة تأخر 5 دقائق لكن أنت أمس مثلا شو اللي سويته أنت عندك كلاس أنا ما يخصني في كلاسك لا مفروض أنت تخبرني قبل ها أنا جيت من العين لين أبو ظبي من دبي قلت لي من دبي دبت عليك الحنش والعجارب قول آمين آمين ثانك يو يلا بسم الله يلا شو بنسوي اليوم كابتن ظهر إن شاء الله اليوم عندك ظهر بس ظهر روحه ظهر روحه شامل شامل كم تمرين يعني واحد 8 تمارين ان شاء الله كل تمرين شو كل تمرين نسوي فيه 15 تكرارات زين يلا توكل على ان شاء الله يعني اليوم ما بنصور اثناء التمرين ما بنصور لا اليوم ما بنصور اليوم حيكون برايفت والحين قررنا نصور اليوم لان الجيم فاضي شوي فعندنا وقت بس نفس الوقت شو بقول لكم لما ما يكون عندك وقت ممكن نسوي سوبر سيت للتريبل سيت فالحين احنا اول تمرين في التريبل سيت لان ابو محمد رايح الارض معارض في معرض الساعه 3 صح ابو محمد مجوهرات مجوهرات سالم الشعيبي سالم ايه الارض اليوم ارض
ارض المعارض في معرض الجوهرات. ويلا ولازم تمرن زين عشان تروح متعرض عليهم. ها متعرض. يلا جو جو. هذا التمرين الثاني سحب خلفي دائما بنخلي الظهر ستريت سيده ونثبت الجسم. برافو. 15 تكرار 3 جولات 3 تمارين في وقت واحد بدون ما نوقف. واخر شيء سحب. جو 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 محمد. يلا ليتس جو ليتس جو اب 3 2 1 جو اب. حلو برافو برافو. تمرين رقم 4 سحب افقي بالكيبلز 15 تكرار 3 جولات. برافو محمد برافو. شو ما شاء الله الظهر الظهر الظهر. يس جود جاب اب جود جاب. مستحيل اتعايز مستحيل كل ولا التمرين. شوفوا انا كل شيء في اعطي عوارض ما عدا ثلاثه: الرقاد والاكل والتمرين. الرقاد والاكل والتمرين هذا ما اعطي فيه لا حق ولا باطل. ما اعطي حق فيه ولا باطل ولا عرف اخوي فيه ابدا. لو يظهر ابوي من قبره ينعتول لي احمد بن عبد الله ظاهر من قبره يترياك ولا التمرين. قلت لا والله اول بادي التمرين ومن اخلص بي. اي والله. تمرين رقم 5 سحب ارض جو. ما شاء الله ابو محمد شغال. الجولة الثالثة 15 تكرار. اليوم ابو محمد فول باور فول باور اليوم ما شاء الله عليه. ما شبوش فاطر اليوم ابو محمد. شو تريق اليوم ابو محمد؟ شباب. يذمك كابتن. ما تجلب تلحق النار قول الصدق. منو يتمرن احسن انا ولا هو؟ طبعا انت ابو محمد. شوفوا كيف ضايع الحين. هاتوا يذمك كابتن صدق والله. انا ولا هو يتمرن احسن؟ انت ابو احسن منك ابو محمد. ما في ما في اللي احسن عني كلهم ماتوا. سنان انت من وين؟ انا من لبنان. وين في لبنان؟ جبل لبنان. من جبل وين اي مكان؟ علي منطقه علي. تمزح؟ والله انا سكنت في حي الزهور. لا والله. اي والله كل ما رحنا هناك نسكن. نايس تو ميت يو. في سنان وايد عندكم؟ نحن في البطين عندنا. ايه والله هي واحد من سنان الراشدي. ايه ابو يمعه. اسم اصله تركي هو. ايه والله انا ما انا عربي. لا هاي ابوي ما يخصهم في تركيا لا سنان ولا يدوده. الله يحفظك. تمرين رقم 7 سحب علوي بالكيبلز. برافو ابو محمد برافو والله اليوم ما شاء الله عليه شغال شغال شغال. برافو 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 برافو. هذا من الهند ترى الرجال. التمرين هذا غريب. هذا البوش اب هذا ها مهندس طيران هاللي تشوفونه. ما قال والله انا اطير مشغول وما ادري ايش قايل. لا 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 ما شيء لا بد ولا عذر من الطيران. هذا لامبو يا لامبو لامبو يا لامبو. كيف تمشي لامبو يا لامبو. هذا التمرين لازم اغنيه ويا هذا ولا ما تركب. لامبو يا لامبو لامبو يا لامبو يا لامبو. ما شاء الله عليك لامبو يا لامبو. ما شاء الله عليك. روح 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 كابتن روح روح انجينير روح. ما شاء الله عليك لامبو يا لامبو. ما شاء الله عليك. روح كابتن ولامبو يا لامبو. ثانك يو كابتن ثانك يو. هذا عاد التمرين الأخير. هذا التمرين الأخير ما شاء الله عليه. فانتير في الخور عينك عليه. فانتير في الخور عينك عليه. فانتير في الخور عينك عليه. ما كل حمثور عينك عليه. فانتير في الخور عين. ما شاء الله ما شاء الله. فانتير في الخور عينك عليه. فانتير في الخور عينك عليه. ما شاء الله عليك يا كابتن. وفانتير في الخور ما شاء الله عليك كابتن. اخر تمرين رقم 8 اليوم العقلة بس مع اوزان شوي ان هذا التمرين صعب وايد بالوزن الجسم. الحين نستعين شوي بالاوزان وشوف ما شاء الله ابو محمد في السن 87 وبيسوي 10 عقلة بدون ما يوقف ما شاء الله. 15
15 شو 87 عمرك ابو محمد خف علينا جو 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 جو. وصلنا طالت عماركم معرض ابو ظبي الدولي للساعات والمجوهرات، وتحديدا جايين دعوة من مجوهرات سالم الشعيبي. وأول ما دخلنا طالت عماركم هالرجال سي 9 اسم كوفي ماله، وهذا هذا الأونر، وأنا لا أعرف لا أمباب ولا مستبع عزه الله خير، عزم علي بكوفي. شو كان اللي أعطيتني إياه؟ سبانيش كرتادو، كان لذيذ وفنان رقم واحد، فأكيد كل الشكر لك والتقدير. ثانك يو. وإن شاء الله بنبتدي أحب ندخل داخل بنبتدي نصور لكم عن أموركم سالم الشعيبي وشو عندهم شو ما عندهم. ما شاء الله ابتدت الناس تتوافد حتى قبل الافتتاح. تحط في بالك من تدخل معرض المجوهرات اتيك بهجة، اتيك سرور، اتيك فرح، اتيك أناسة، اتيك شعور يعني غريب، شعور غريب انك يعني شايف ذهب، ألماس، ذهب، ألماس، حالهن حال البيزات. حد ما يفرح يوم يشوف الألماس والذهب والفلوس والبيزات. ناس تين تظهر حتى من ديوان عقولها، البيزة تظهر بويها الغول من السرب، قالوا والطيب، الكلمة الطيبة، لا والله البيزة أسوى وأشد. كما إن شاء الله تبارك الرحمن المعراض اليوم غير عن كل سنة، ما أعرف أي دورة منهن هذه، لكن أتوقع أنه كحجم أكثر، وطريقة العرض ما شاء الله مميزة، البوثات جميلة، والمكان ما شاء الله على ما تشوفون يلق بكبرة، وشيء طبيعي العشق هناك أبوي سالم الشعيبي في الصدارة، ما أخذ ما جدا متأخر من الحجم والشكل والترتيب والأناقة. شو بقولكم، برونز مع براون بروز على سلستيل وألمنيوم. قادي المدخل روحي يرحب. وكالعادة أول ما يدخل الشيخ نهيان بن مبارك أول ما يبتدي في سالم الشعيبي تحت رعايته الله يحفظه ويبارك فيه. في مقول من سنين الناس تعرفها، أنه واحد يتشطر على ربيعه، اثنين من السحرة الأوليين، هذا منهم يتشطر على ربيعه، واحد قال أنا هل كيف أسوي؟ قال عيل أنا ما أنا برويك شو اللي بسوي حينه. نش طالت عماركم الساحر يتحدث الساحر الثاني، سوى له الخط هذا، سوى الخط هذا، قال له حومة يوم حامه، ولأنه وين وصل؟ وصل أبوي مزرعته روحه، هم هوياي من مكان لين مكان، يبعد عن هذا ما أدري كم يوم. قال هذا يوم بتسوي شيء سو هنمون ولا لا تسوي، هذا قوم الشعيبي، هذا طالت عماركم الشعيبي. أو البارحة بدنا بعد قبل سنة ولا قبل أسبوعين ولا البارحة، وفي جيل يا رب ارحم. الله عليك أحمد، شو هالقوة اللي عندكم أنتم؟ لا أبو محمد أنا حاضر، إذا أنا موجود من قطر لأبو ظبي. كيف رمتوا تشلوا؟ تشكيلة تشكيلة هالدنيا كلها. إيه والله، وزود بعد إن شاء الله. شو هالقوة اللي فيكم أنتم؟ القوة لا أبو محمد طلب الناس، محبة الناس، سبحان الله. الناس وين الشعيبي شل بضاعته وراح قطر، جبنا رجعنا لهم البضاعة وزدنا على البضاعة بضاعة. أشكر فن مساحة قطر مرتين ما شاء الله، مرتين ونص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني المساحة اللي حينهم فيها كبر اللي عاطينهم إياها قطر بمرتين حاليا هذا المكان، لو أكثر بعد، لا والله أكثر. شو هناك لين وين مساحة اللي قطر أظنية تقريبا 15 متر أو 10 متر، هذا المكان اللي نحن فيه أكثر عن 30 أو 40 متر طول. كم المساحة؟ هذا الله يسلمك، احنا في قطر كنا تقريبا 400، هذا تقريبا 900 متر. ما شاء الله الدبل يعني. نعم. ما شاء الله ما شاء الله. والتشكيلة عاد أبو محمد مات. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك. سالم الشعيبي شخصية مميزة، العرب كلها تحبه، صديق الناس كلها، ومبدع. الذهب تونا مصورنا من يومين ثلاثة أيام يعني، مصور أغلب اللي موجود، لكن لو بيلس أنا أصور كل قطعة ولا كل موديل ولا كل شيء يبالي سنين. يعني منو يروم، منو طالت عماركم يروم يحصى هالدنيا كلها قطعة قطعة ويصور هالدنيا، ما حد يروم في الكون، حد يروم لو فيه حتى قوة الحديد، يبال أبوي التليفون 1000 تيرا يلا يلا يروم يصور هالدنيا كلها. فلذلك طالت عماركم التصوير
ما برمى زيد على التصوير الأولي، بحاول ألقط شيء بسيط اللي أسوي، لكن أخبركم أنا فقط عن سالم الشعيبي. سالم طلعت عمركم أبو حمدان، نحن تعرف وياه من سنين طويلة، ولا بتلقط بيت من بيوتك هالدولة الحبيبة إلا وفيها قطعة وقطعتين وثلاث، اللي ما شيء قطعة ولا قطعتين ثلاث لبنته، شيء لمه، شيء ليدته، شيء ليدته ليدته، من عشرات السنين من ثبتنا العقل، وكل بيت ما يسوى عرس ولا ينشل زهاب إلا شيء أكثر عن قطعة من صوغ سالم الشعيب. وهاي معلومة الناس كلها تدريبها، الناس كلها تدريبها، لدرجة يجون البدوان من آخر الدنيا، من أول يعني كان أجانب ولا حضر ولا بدو ولا هاليزر، يودرون كل مكان ويروحون عند سالم. سالم سمح في البيع والمشترى والصبر والمديلات والاختيارات، واللي عنده ما عنده شيء خرخشان، هذا الورقي أشياء اللي عنده كلها روز ذهب، ذهب صب على بطنه وظهره، ما شيء قشر ذهب ولا ما ذهب ولا ما ولا لا لا. يوم يقول لك تول عند سالم الشعيبي، الله يزيده ويبارك له في عياله وحاله وماله ويمد بجله ويطول بعمره. وحمدان شخصية طيبة، فلذلك الله موفق جنة. إيه شوفوا أروع السلع، أروع السلع طالع وين يت نظرتن على ها على هالزين. شوف الله عليك، شوفن 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 ما شاء الله. تعال ياي. ألو، كم السعر هذا؟ هذا سعر خاص جدا. هي. عشان اول يعني الافتتاحيه، اول زبون 71000، يعني هذا بحسن حظهم، بس يعني انهم هذا العقد مع كامل، هذا كامل 71 71 سر حق ابو حمدان، وقول لابوي اليماله جايين من السلع وها افتتاحيه، هاك ابو حمدان اربع وراه هذا الافتتاحيه. السعر هذا سعر انت سعر تسوي لي، اقول لك يلا يلا انقفض ابو حمدان. يا ابو حمدان عرب جايينك ابوي من السلع اليوماله، طال عمرك يلا سر سر، لا طال سر ما شلت تحسب سيدة سر يلا لايف. تعال شو اسمك انت؟ زايد. زايد، انت يوم حد بيسألك شو اسمك لا تقول زايد، قول الشيخ زايد، ما حد تسمي زايد الا على الشيخ زايد. شو اسمك؟ شيخ زايد. ايوه قول الشيخ زايد، لا تقول زايد روحه، لا لازم الشيخ زايد. راويكم، شوف راويكم، شوف الزين، شوف الشعيبي، شوف الشعيبي، شوف الشعيبي شو مسوي. ها ها ها، ما في الحاضر مدح، ما اقول عنك شيء يا سالم، هذا ابوي كل ترتيب ابو حمدان. اشوف الله عليك، يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله، هذا نص مليون يتمشى، نص مليون. الله أكبر تبارك الرحمن خير الخالقين. اسميك ما قصرت يا أبو حمدان، ما قصرت ما قصرت، بياض ويه، هذا كل ترتيبهم، هذا كل من الصوغ الجديد، هذا كل جديد، شغابة ودنيا ومريت وعقد اللي فوق عبدا كامل، كل طقم واحد، هذا ملبوس العافية. أبو حمدان انطباعك من بعد معرض دولة قطر؟ انطباعي شيء جيد ممتاز، وعندنا احنا قطر بصراحة مشكورين على كل شيء بصراحة، بارك الله فيك. موقع جيد، واستطعنا يعني نحضر كمية كبيرة من الجوهرات. الكمية وايد كانت كبيرة يعني، ما لقيتوا معرض كبير، معرض كبير، وانا معارضي كلنا هي ما يبالي كلام. فتحت هناك، خلصت البحث بالليل والصبح انا في ابو ظبي، فتحت معرض ثاني ما شاء الله عليك، مستعد افتح الثالث. عليك تسلم، كفو 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 يا ابو حمدان، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا يوم اقول لكم ما تنقز الا السمين، ولا تقص السكين الا من قوه انصابها، شيء تول، شيء ما شاء الله خير وايد، وتأسيس قديم من السبعينات وما قبل السبعينات، فلذلك تلقط الدنيا وستاف كامل عنده، طياير يشلون وينزلون وحمل ورتب، وعندك دونك بلمح البصر. الله يواليك العافية أبو حمدان، ويا جرك إن شاء الله على هالحدث الكبير
اللي غمض وبرج من الشارجة لين قطر لين بوظبي معرض بمعرض ماشي قطعوا قطعتين آلاف القطع مش مئات آلاف القطع. شوفوا معرض ما شاء الله 90 متر تبارك الرحمن فل لين عينه من ألماس وذهب. اللي يروم يسوي ويشج 3 معارض ورا بعض أكيد أنه عنده قوة لا يستهان بها. قوة لا يستهان بها من حيث الموظفين، طريقة التغليف، طريقة التحميل، يشل من دار لندير 3 معارض ورا بعض دولية من الشارجة لين الدوحة لين أبوظبي. هذا شيء وايد كبير والحجم المعرض يعني شو هذا 90 متر طول المعرض يعني هذا عمل جبار. فلذلك وحمدان ما شاء الله عليه هابريح من يومه ما من البارحة واليوم. فلذلك تبارك الرحمن اللي الشخص اللي مثل هذا ويحصل على جائزة جنس للأرقام القياسية اللي قبل سنة ونص حصل عليها في معرض إكسبو الشارجة الدولي للساعات والمجوهرات أكيد أنه ما شاء الله يعني هذا استحق الجائزة وبجدارة أنه حصل على الجائزة هذه وكانت تشريف لكل الصاغة من بيت الشعيبي لكن على رأسهم على قائمتهم سالم الشعيبي لأنه حصلها بجدارة. من أول ما تدخل معرض عليك اليسار وانت ساير أتيك المراري والستميات وكل ما هو من التراث القديم والمطور الأولي والجديد كل مسجوج شج 3 أدوار الصف الأولي والثاني والثالثة وين ما تبرج وين ما تصد تلقط الزين شو تبى بتلقطها عندهم موجود كلها أشياءهم ماشي الأشياء العادية الأشياء العادية ما تدور عندهم سالم الشعيبي. فلذلك ليه يدور العادي ما يلي لأن اللي موجود عندهم أشياء فنانة وسعرها فيها ما تلقط الشيء الدوني وما بتلقط الشيء اللي فيه ما فيه روز الذهب كله فيه روز ما بتلقط شيء خفيف لأن قالوا ذهب زينة وخزينة ما يستوي خزينة وهو يتخرفش لا زين زين لو قام لي من النوم وشين شين لو غسل عيونه ما يبان رمزه شوف الذهب شوف الذهب شوف الذهب ما شاء الله تبارك الرحمن إن شاء الله شوف الشنفات شوف كل شناف خير على الثاني قطع فريدة وقطع نادرة بس عندكم سالم الشعيبي شوف دواريها كما زين أتلقط يسمون الدق شيء منه حب الشعير ها كلهم صيغ الأولية هذا ماشي عنده محد عنده هذا هو أول ما سواهن كان وما زال لين اليوم ولين باكر ما زين الصيغ الأولية ما شاء الله الدلاء شوف الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صيغة بيض الوجه ما شاء الله عذيت للبناجر ها عد وغلط يا هلا والله شو بصور شو بخلي شو برويكم حاجة طرفة مانجا شوف بصورة منها قالت يا مانجا بتاع المانجا زيت الفواكه يا مانجا هي هداتين انها هايل هاتوهن طيحات ها هداد هايل جديد مانجا زيت الفواكه يا مانجا
المانجا صفرة طبعا. ان شاء الله تبارك الرحمن. المرتهج هذا المرتهج. يا موازينة. هذا الأولي. هذا الأولي. أنا عارف أنا موديل. هاك الحقبات. شيء بفصوص شيء بيفصوص وشيء بشناشيل وياه وشيء بلية شناشيل وشيء شيء بمينة وشيء شو بقولكم. سياق قوم سالم ما شاء الله كلهن أشياء فريدة ومن النوادر تلقط لها حتى شبيه عنديت. والعقود اللي ميزهم إن عقود عندهم عقود من 5.87 مليون إلى عقد 3700 و4000 و8000 و10000 و27 و28 30 و70. هالشيء عندهم وشيء أمهات الملايين. شيء أمهات الملايين بارويكم اللي هناك عاد أمهات الملايين هاي الحين 8000 شيء 28000 وشيء 50000 وشيء 27 هذا ب 44 وانت ماشي 38 وانت ساير. الأرقام كلها موجودة يعني لا تحط في بالك انك انت تحطين في بالك انك تبثين تدورين شيء بتظهرين مفلسه. لا اللي تبين بتلقطينه اي شيء تبين يوالم الميزانيه اللي مجهزتنها. ما عدا عن رزانو عدو غلط شو تبى موجود. كم برويكم وكم بصور لكم وكم بعدلكم شيء يعني يبال سنين لأن الناس تشوفه كل هذا يبال دهر. شوف خيب انك يعني اني اروم اصور هالدنيا كلها. لا والله لا والله لا اروم اصورها. شوف حالك من انت؟ باكستان. بلاد اسمك؟ احمد. احمد ما شاء الله عليك يا احمد. احمد جديد انت ولا من زمان؟ جديد. ما شاء الله عليك يا احمد. شو تبى موجود. أما عن إبداعات شم الحلامي ف يعني ما يبالي رمسة روحكم أنتوا تعرفون هاي كلها إبداعات شم الحلامي ما شاء الله كذا مجموعة. هاي القطعة اللي قلنا لكم عنها اللي هي تتمي المهراجة. هذه قطعة المهراجة كانت وما زالت ما شاء الله تبارك الرحمن متربعة على العرش عرش السوق عرش التحف. إن شاء الله المعرض طالت أعماركم مستمر لين اليوم وبكرة ورا بكرة ولي عقبة. المعرض طالت أعماركم مثل ما قلنا لكم من تاريخ 1 لـ 5 العقود طالت عماركة ان بغيتوا الملون ان بغيتوا السادة كل شيء الروبي الزمرد والياقوت الزفاير كل شيء موجود عندهم. عقودهم عقود أرزانو ما يبارى أمسه. أقول لك أسطورة هذا أسطورة هذا أسطورة. أما هذا وهذا طلعت عماركم العجب هذا العجب وهذا الأسطورة. أما هذا اللي ماشي شراته هذا ماشي شراته أسطورة وعجب وماشي شراته. وهذا إبداع هذا إبداع وهذا عاد يوجف الماشي هذا يوجف الماشي ما شاء الله. هي هذا عاده اللي يالس ينش هذا اللي يالس ينش وهذا الاخو ترى هذا بعد من اللي
اللي جالس ينهش بس حق المطالع. إيه ينهش واجه. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا بصور لما برايم زحمة زحمة ما شاء الله تبارك الرحمن. نحن الحين طالك عماركم من هل حط التاريخ من متى لمتى المعرض وحط في نص المجوهرات في نص هالذهوب ونص هالالماسات تشوف تشوف الماسة وجوهرة من بلادنا هذه هي. الله يا الريم يا شيخة الحريم ما شاء الله عليك. أنا كنت أتمنى من الله بس لو شوي شبر تحصلين في الطول أوف. ترى ممكن تقول لي عن اسهل ان شاء الله الله يرزقك ان شاء الله الرأي اللي ايش حالك حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كل ما فيك فنان كل ما فيك فنان تبارك الرحمن وبنت مشرفه في المعارض الدوليه وفي المحافل تمتازين خفه الطين وحضور مميز. انا وايد سعيد سعيد اني شفتك وانا اسعد وفرحان وانا اكثر ويعني ودرت هاللي صارت كله وطلعت الله الله شكرا يا الله يحفظك الله يحفظك حبيبي ويشرفني ان اشرح حسابك ولا المره حتى 10 انا وايد اداني وانا بعد اداني اكيد. مساكم الله بالخير. هذا الفيديو اللي بحط لكم اياه هذا مقطع من ستوري مريم الياسي ام عبد الله. الله ام عبد الله فيلم قالوا 70 ايه كم مرد ما عنده 40 بنته اي اي كبير اللي انا هاي انا 27 يقولوا 2015 عندي انا خرب مرشد بلما بلما يا بسكوت بلما اوكي ها زي اللي جايبتنا هي اللي جايبتنا بلما خلي بس قد مناقبه الله يكفى حمود انت حين اصغر عن بنته اصغر عن بنته انا اصغر عن بنته هاي كم عمرها وات از هاو اولد يو مدخل مدخل كازن اور واخوي مقوله فاميلي 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 هاي اوتي هو هاي دهنيني بالزبر هذا عطى الخرده كلها أسل أنا أسل أنا جيت طالت أعماركم اليوم من المعرض الساعة 5:30 تقريبا. المهم قبل أذان المغرب بخمس دقائق أذن علي وأنا قبل ما أوصل البيت وقفت وصليت عيت من الله خير وسرت البيت ويوم ما وصل البيت تذكرت أني ما تغديت تغديت هو غدا وهو عشاء سمك مقلى مقلى وعيش هيلاني ورويد من اللي جايبنا محمد عثمان اصفر شريته انا بالباح ميوب اليوم اصفر وارقد لين الساعه 9:30 اليوم احط لكم الفيديو مال اللي جايني من عند مع عبد الله مريم الياسي سرت الخياط عندي شغيل وديت له وزره المدرسيات جبت لي وديت لي داد وجبت الاوليات ويه طالت عماركم يعتشون الريول غاديات شفتوا الهامور يوم تصفطونه حرش شقال ظهره شفتوا النو شرات النو في ريولي مستوي من تحت والسب اني ما وديت ما كروهن ما سولهن بدي كير من متى ونسي ماشي وقت ماشي وقت هي والله والحمد لله حين جيت عدوا قصوا اسبوع يدي ظهوري وقصوا طالت عماركم الريول وسحته ويميع اللحوم طاحت ويميع اليدود وياهي الدنيا انكسر ظهره فقير هذا الفلبيني انكسر ظهره اثنين عيل متعاونين عليهم تحراه ما اقول لكم يضربون رنده شر 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 لين خلصها ساعه ساعه ونص صحينهم يخدمون لكن شو غدت الريول انضفت اي انا اسويها هو لازم الناس كل شهر كل اسبوعين انا من شهرين ما جيت زي والله قاعد في مجشعراتي زي غنى فرقاد فرقادي يشيرن في البرنوس شر شر اي والله ازعجني ساعات حتى يسوون صوت على الفراش الشبريه والله اني ساعات انش فرقاد وسبهن
تحرى شام ليدر غاديات هم شام ليدر تعرفون الورق الشامي اللي حتشوفه الحديد الأول هنمون غاديات هي والله فالحين ودنا هاي لقل زين ماشي يا رمسة وين أجيب لكم رمسة هاي الرمسة وين أكذب ماشي هاي رمسة هذا الحديد اللي عندي ما هاي يومياتي أنا ما عندي فلسفة وخقه وما أدري شو صرت عن باباوية عن ماماه لحد الدنيا يا جماعة يلا